دخل سيدنا عمرو بن العاص وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا هنا في هذا المكان الذي نتحدث من عليه الآن، حيث مسجد سيدنا عمرو بن العاص. فلم يغلقوا كنيسا ولا معبدا، ولم يهدموا كنيسة واحدة ولا معبدا واحدا، وهم أصحاب رسول الله. وظل إلى يومنا هذا هذا المسجد يعانق إلى جواره الكنيسة والمعبد. هذه سماحة الإسلام، هذه عظمة الإسلام، هذا تاريخ مصر في القديم والوسيط والحاضر، وإلى أن تقوم الساعة إن شاء الله دولة تطبق الفهم الصحيح للإسلام، سماحة الإسلام، تؤمن بالتنوع، نحمي دور عبادة الآخرين كنائسهم ومعابدهم كما نحمي مساجدنا، نؤمن بالتنوع ونؤمن بسنة الله الكونية في التنوع والاختلاف. وهذا ما تعلمناه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بسنة الله الكونية في التنوع والاختلاف. وهذا ما تعلمناه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وثيقة المدينة عندما قال: إن يهود بني عوف ويهود بني ثعلبة ويهود بني النجار ويهود بني الحارث مع المؤمنين أمة، أمة في التعايش، أمة في دولة المواطنة، أمة في الحقوق والواجبات. والدين لله، لليهود دينهم
وللمسلمين دينهم. لم يكره سيدنا عمرو بن العاص ولا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من أهل مصر على الإسلام، فمن دخل طواعية لا إكراه في الدين. هذه سماحة الإسلام.